اهلا بكم في الحلقه الرابعه لحريف فنتك، وانا محمد الدلال وهبقى الهوست معاكم للحلقه دي. الحلقه دي معايا ضيف مهندس وغير مهندس، وانا سعيد جدا ان انا بهوست النهارده عادل بوصيلي، ذا فاوندر او ذا كو فاوندر اند مانجينج بارتنر لكيش. عادل ازيك؟ محمد ازيك، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله، مبسوط ان انا معاك النهارده. وانا جدا. عادل، ما تعرفني مين عادل، ويعني الجورني بتاعت عادل up to being a co-founder in كيش، احكي لنا اكتر. طبعا شكرا يا محمد. وانا عندي ميكس باك جراوند شويه. انا مهندس في اول حياتي، خريج هندسه عين شمس، وتحولت لسوفت وير ديفلوبر من اول الكارير بتاعي. كنت من الناس اللي بتعشق الكودنج، من الناس زي الافلام كده تلاقيه قاعد يكود ل 30 40 ساعه لحد ما يخبط حد على كتفه يقول له ارجع للعالم. وفيري ايرلي اون من كارير ربنا يعني وفقني ان انا اي جويند شركه ستارت اب كانت بيست اوت اوف سيليكون فالي، وكانت فوكست على فينتك، والكلام ده كان اراوند يمكن سنه 2005. 2005 ده قبل ما الناس تتكلم في مصر عن الستارت ابس اصلا. اي ثينك ما كانش اسمها فينتك، وما كانش يعني الكلمه دي حتى ما كانتش في بالنا ساعتها، كانت عباره عن وان اوف ذوز دريمز او الاماكن اللي يقول ايه ده، هو ايه اللي بيحصل هناك. حلو جدا. واتعلمت هناك طبعا كتير جدا، ومن اهم الحاجات اللي اتعلمتها وبالذات ان انا كنت سوفت وير ديفلوبر، ان انا شفت عالم الفاينانس وبدات افهم وانا عشان اكتب انجن فاينانس لازم اذاكر فاينانس ولازم اشوف ايه اللي بيحصل في العالم في الحته ديت. وخلصت هذه المرحله من حياتي، كملت كارير فينتك قوي وانتربرينوري لحد كبير جدا، وبعد كده ماي كارير خد تراجكتوري تاني خالص، وسافرت من مصر، قضيت حوالي 3 4 سنين في قطر ليدنج مؤسسه انكيوبيشن هناك اسمها قطر بزنس انكيوبيشن سنتر. عملنا حوالي 150 انفستمنت، وكان مجموعه من السب انكيوبيترز كل واحده بتركز في دايركشن، وشفت برضو ازاي حكومات تانية وازاي ايكو سيستمز تانية بتشتغل على الانوفيشن والانتربرينورشيب وحته الفينتك بشكل خاص. سبت قطر بعديها بكام سنه ورجعت مصر لفتره وجيزه جدا. بعد كده اي جويند جامعه ام اي تي سنتر اسمه لجاتم سنتر فور ديفلوبمنت اون انتربرينورشيب، وده اللي بيركز في حته الانتربرينورشيب والستارت ابس في جامعه ام اي تي تحت سلون سكول اوف مانجمنت. وكنت هناك بشتغل مع الفي سيز اللي جايين للجاتم سنتر وام اي تي اللي بيفكروا في الكلام الكبير، خلينا نقول اللي هو افكتنج الايكونوميز وازاي انوفيشن ستراتيجيز. وطبعا سكوب جامعه ام اي تي يعني كنت شرفت ان انا اكون جزء في حاجات زي ديت، ونشتغل مع الستارت ابس اللي بتحاول تسكيل اند جرو. ده الكارير بتاعي كده ان جنرال. بارلل لكده انجل انفستور بقالي يمكن 10 سنين بعمل انجل انفسترز هير اند ذير، وترينر في مجال الانتربرينورشيب، عملت تريننج يمكن في 19 بلاد بقالي يمكن اكتر من 10 سنين. انا سعيد جدا ان انا معاك النهارده، وسعيد بالجيرني ان هي اتس ذا جيرني اوف ان انجينير تو بي ان نون انجينير، شاطر في الفاينانس، شاطر في الانتربرينورشيب، انفستور ناو. بس ده ينقلني لجزء بقى اسالك في الاكسبرت اوف بينج ا فينتكر، سبلاي تشين فاينانس. جمله ناس كتير قوي مش فاهمه يعني ايه. انا فاهم السبلاي تشين ده كنا فاهمينه، العربيات واللوجيستكس واللي مش عارف ايه والوير هاوسنج، لكن في كلمه فاينانس في ناس مش قادره تتفاهم ان هي بقت ترمينولوجي واحد. احكي لنا اكتر بقى. مظبوط. انا هحاول طبعا شكرا على السؤال، طبعا هحاول ابسطها برضو الى حد كبير، واقول ان السبلاي تشين ده بقى جزء من حياتنا وبقينا نشوفه في نيوز وهيدلاينز كتير قوي. لو بصينا حتى على الفاليو تشين كلها، اي حد علشان يجي له منتج في الاخر، في حد صنعه، اللي صنعه دوت اشترى رو ماتيريال او ماده خام، اللي اشترى منه الماده خام يا اما صنعها يا اما استوردها يا اما حد وردها له. ففي تشين او سلسله من التوريدات والتصنيع، او التوريدات والتصنيع والتوريدات وما الى ذلك. فالتشين او السلسله دي كلها او السبلاي تشين كله، كل حته كل حلقه فيها عباره عن دفع، واحد بيدفع للتاني وده بيدفع لده، تمام؟ صح. وكل حته فيها دفع نقدر نعمل لها فاينانس او نقدر نعمل لها تمويل. حلو. فما نتكلم في سبلاي تشين فاينانس بنتكلم في كونسبت، في تمويل لعمليه ما بين طرفين، والفرق الجوهري ما بينها وبين الكونفنشنال فاينانسنج او التمويل العادي، ان في التمويل العادي انا ببص على طرف واحد، ببص على شركه واحده واقول الشركه دي ينفع امولها ولا لا، ايه احتياجاتها التمويليه ايا كانت شكلها ايه، وادرسها واشوف امولها ولا لا. السبلاي تشين فاينانس انا ببص على اكتر من طرف، فببص مثلا على مشتري والموردين بتوعه، ببص على بايع والموزعين بتوعه، وباخد قوة طرف عشان أمول طرف تاني. وده الجزء الأساسي أو الفرق الأساسي بين السبلاي تشين فاينانس والتمويل الطبيعي. إزاي بقى الباك جراوند بينج إن MIT فترة، بينج رانينج إن إنكيوبيتر في قطر، عندك كراود فاندينج بلاتفورم من أوائل الكراود فاندينج، وركينج أز
سي تي او اور مانجنج لتيم اوف تك بيبل من اكتر من 20 سنه في حاجه اسمها فينتك قبل ما احنا نبقى بنسمع عنها في مصر. ازاي ده فادك ان انت تقدر تبقى شغال في مجال سبلاي تشين فاينانسنج؟ رائع. يعني طبعا لازم اقول ان اي ستارت اب اهم حاجه فيها التيم بالذات في الاول رايت right؟ واحنا احنا تيم اوف 2 كوفاوندرز ومستحيل ان الواحد يقوم حاجه لوحده. انا اي واز لاكي انف ان انا الكوفاوندر زميلي وهو يعني مش موجود معانا النهارده محمود حسن واحنا الاثنين بنكمبلمنت بعض في الاكسبيرينس. فانا كان عندي الاكسبيرينس بتاع تكنولوجي بتاع فينتك بتاع فاينانس بتاع اس ام ايز وده كان جزء من شغلي في الانكيوبيترز وما الى ذلك ونو هاو بتاع الايجيبشن ماركت. ماي بارتنر كان عنده اكسبيرينس بتاعه بانكينج بتاعه برايفت اكويتي بتاعه اس ام ايز وبتاعه تطبيقات سبلاي تشين فاينانس سبيسيفيكلي في حوالي 7 او 8 دول ان شاء الله. فما تلمينا احنا الاثنين على بعض وقلنا الفينتك في الوقت ده في حاجه زي كده محتاجه ايه. فلقينا هو عنده اكسبيرينس وانا عندي اكسبيرينس ودايما الواحد لازم يقول يعني اللي لو اللي عليه. لولا ان احنا تيم بنكمل بعض في الحته دي ما كنتش هقدر اتكلم في السبلاي تشين فاينانس النهارده. اوكي جريت. كايش ايه قصه بقى؟ يعني فتحت شركات وغيرت شركات وانفستيت عملت انفستمنتس في ستارت ابس واي كو فاوندد كايش وايه حكايه كايش؟ احكي لي اكتر عنها كده وازاي بدات والجيرني. اكيد في تشالنجز وانت بتبتدي حاجه زي دي حابب اعرف اكتر او طبعا الجمهور حابين يسمعوا. يعني يمكن الفكره بتاعت كايش جت في الوقت بتاع كورونا. اوكي. وفي الوقت بتاعت الكورونا كان بدا يبقى في تغييرات كتير قوي بتحصل في السوق مش بس المحلي ولا ريجنال بس العالمي كله. وبدأنا نشوف ازاي ان في اوبورتيونيتيز بتطلع حرام تتساب. اوكي. ومن اكبر الاوبورتيونيتيز دوت كانت توجهات الحكومات بدات تفتح للديجيتال بيمنتس بدات تفتح للديجيتال فاينانسنج بدات تفتح لعالم الديجيتال كله. ففي قوانين كان بقالنا 10 سنين مش عارفين هنشوفها امتى بدات فجاه الحكومات تدي جرين لايت لي لا طب بلاش كاش يلا كاردز طب يلا كله اي بانكينج طب يلا كله اي بيمنتس طب يلا يتكلم في اي كي واي سي قريب ان شاء الله. فقلنا ان الاوبورتيونيتي في الفينتك في الوقت دوت كنا احنا شايفينها انا ومحمود اكبر من ان هي تتساب. اوكي. وكنا شايفين ان في شويه مقومات لفتح فينتك ناجحه في هذا المجال وجزء منها از خبره وجزء منها از ريسورسز وجزء منها ان الواحد يكون داق موضوع الستارت ابس قبل كده وده اللي خلانا نقول يلا كايش. وشفنا ان الترند او الانديكيتر اللي كان بيحصل سواء من الحكومات او من المؤسسات اللي هو موفينج ديجيتال والاحتياج للفاينانس اللي كان بدا يتغير مش هقول يكبر ولا ايه بس هو بيتغير لان كله بدا يحتاجه بشكل جديد زي ما حياتنا كلها تحولت ديجيتال هو اللي خلانا نتوجه لهذه المنطقه. ده طبعا بالاضافه الى ان احنا شفنا سبلاي تشين فاينانس امبلمنتيشن سواء احنا عملناها او كنا بارت اوف في بلاد كتير وكان عندنا نو هاو اوف امتى نجحت ونجحت ليه وامتى فشلت وفشلت ليه وما كناش شايفين ان في حاجات مماثله في السوق المصري وسوق كان في اشد الاحتياج لحاجه زي كده وده اللي خلانا نبدا الفكره ونقول يلا نجرب. اوكي. يمكن اول حاجه لما قلنا ان نبدا كايش وما كانتش حاجه سهله ان الواحد وهو كان اون ذا اذر سايد بيفكر ازاي تو سبورت ستارت ابس يتحول ان هو الانتربرينور اللي بيفكر طب انا بقى اعملها ازاي ولو انا كنت الناحيه الثانيه ايه الادفايس اللي انا ممكن اكون محتاجه وعملناها فيري بيزك لو اقدر اقول. رحنا للكلاينتس وقلنا لهم احنا عايزين نعمل 1 2 3 دي حاجه تشتروها ولا ما تشتروهاش. ماركت فاليديشن فروم داي 1 ماركت فاليديشن 1 وعمري ما هنسى اول كول عملناها كانت من واحده من الاونرز بتاعت الشركات الكبيره وكانت الكول سكيدجول لمده ساعه وبعد بالظبط على التايمر 12 دقيقه هو وقفنا قال لي انا بس 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 انا فاهم بالظبط انتوا عايزين تعملوا ايه لو ده اللي هتعملوه انا شاري لسه اند كول اند كول ما كانش محتاج يسمع اكتر من كده. ومن هنا بدات الجورني بتاعتنا بتاعت كايش. حلو. احنا ككايش بنعمل ايه؟ احنا ككايش هوليستيكلي سبلاي تشين فاينانس بس البرودكت اللي احنا موجودين فيه دلوقتي في الماركت هو انفويس فاينانسنج او تمويل فواتير موديل. يعني مش عايز اخش طبعا في تكنيكاليتيز ريفرس فاكتورينج باير ليد سبلاير ريكورس بس ده معناه ايه من غير الدخول في اي حاجات معقده. معناه ان انا بروح للشركات الكبيره اللي هي تعتبر لارج كوربريتس عند البنوك والام بي اف ايز وبعمل انبوردنج معاها للبروجرام بتاع السبلاي تشين فاينانس. اما اعمل له انبوردنج معاها ده معناه ان انا باخد كل الموردين بتاعهم وكل مورد بعد كده من الموردين بتاعهم يبعت لهم فاتوره وهم يوافقوا على دفع هذه الفاتوره بشكل اجل كمان 60 او 90 يوم. المورد ده انا بقيت بسمح له ان هو بدوس الزرار ياخد فلوس الفاتوره دي دلوقتي. اوكي. وبقى بياخدها دلوقتي بطريقه ديجيتال بطريقه اسرع وبطريقه ارخص.
ليه؟ لان انا باخد الريسك بتاعهم هما الاثنين. بدل ما كان المورد الصغير بيروح لبنك او مؤسسه ماليه يقول ادي ورقي مش عارف اعمل ايه كم شهر عبال ما ادرس، وفي الاخر هو صغير فهو ريسكي فبياخد برايس عالي. انا بقيت ببالانس الريسك بتاعه على الريسك بتاع المؤسسه الكبيره. المؤسسه الكبيره هي البرايمري سورس اوف ريبيمنت او الطريقه الاول للدفع بالنسبه لي، وبشتغل على الفواتير بعد ما تتسلم ويتوافق عليها. ففاتوره الريسك بتاعها مش عالي للمؤسسه الماليه، بنفيت لي المشتري الكبير لان السبلايرز بتكون مستريحه، هو بيريح السبلاي تشين فاينانس او السبلاي تشين بتاعه بالذات في الظروف اللي فاتت اللي مزنوق في فلوس ومش قادر يستنى 90 يوم علشان مش عارف ايه سعره هيتغير في السوق بقادر ياخد فلوسه دلوقتي، والمورد اوبشنالي بياخد فلوسه لما يحتاجها بدري ات جريت كوست. وطبعا ده بيخلي الموردين تقدر تفضل ان جود كاش فلو عشان ما دي دونت ران اوت اوف كاش، والشركات الصغيره تبتدي تقفل او يحصل فيها مشاكل. مظبوط 100% 100%. يعني فكره جاي رائعه. طب جوينج از ا ستارت اب بقى، غير ان انت كنت بتنفست في شركات، انت دلوقتي لابس ذا اذر هات اوف ذا ستوري اللي بينج ان انتربرينور وريزنج فاندز. شفت ان هل كان في صعوبات بالنسبه لك في حاجه زي كده، ولا بينج اون بوث بارتس اوف ذا تيبل كانت حاجه بتسهل لك الدنيا؟ بص طبعا بينج اون بوث بارتس كان بيسهل شويه حاجات، بس بيسهل ان الواحد عارف الانفستور الناحيه الثانيه عايز ايه، وساعات دوت بيكون ريسبونسبيليتي اكتر من حاجه ثانيه. في اي وقت بنقعد مع انفستورز اما قفلنا مثلا الراوند الاولاني بتاعنا ان جوينج سون فور انذر وان ان شاء الله، كان التوقع منك ان انت عارف وجاهز وتو ذا بوينت، ومش هتيجي تقول لنا كلام بتاع حد لسه مش فاهم السوق، right؟ فطبعا بتزيد الريسبونسبيليتي. ومن الحاجات اللي احنا عملناها اللي بيتهيألي كانت مهمه جدا ان احنا بدانا الفند ريزنج من قبل ما نعوز الفلوس بكتير قوي، يعني من قبل السنه ما نعوز الفلوس، من قبل ما نعوز احنا فند ريزنج كنا بنتكلم مع الانفسترز ونقول لهم احنا ناويين نفند ريز، يلا نتكلم نشوف الابيتايت شكلها عامل ازاي. حلو right؟ طبعا في حاجات انا مدرك ان الفند ريزنج ماب اتغير الفتره اللي فاتت، والفي سيز والال بيز والفوكس بتاعهم والفوكس في مصر او الريجن برضو الداينامكس بتاعته بتتغير بشكل كبير، ودوت بيخلينا برضو نغير هو مين اللي ممكن يكون عنده انترست اكتر في انه وقت، والشكل الماكرو ايكونومكس بتاعه مصر بتاتراكت مين في الوقت الحالي في انه اندستري. اوكي فيري نايس. حابب اسالك عن دور البنوك، دور البنوك في حياتك، هل بتسابورت بتهلب يو في حاجات، يعني البنوك شايفها ازاي اون ذا ماب؟ يعني طبعا اتفضل. لا لا هو ده مينلي السؤال، يعني دور البنوك شايفها ازاي في حياتك؟ انا بالنسبه لي طبعا البنوك ار كي بارتنر. احنا ذا واي وي فاينانس از ثرو بنوك وام بي اف ايز، رايت؟ وي وير لاكي طبعا ان احنا اشتغلنا في اول ما بدانا مع ام بي اف اي مع اي اف جي ار مس، وهم اللي كانوا بيعملوا فاينانسنج الفويس بتاعتنا لغايه ما نخلص السايكل بتاع جيتنج ابروفل من البنك المركزي، وان البنوك طبعا تقدم البنك المركزي وتاخد الابروفلز اند سو اون. وايفر سينس الحمد لله معانا مجموعه من البنوك، يمكن في كم حد عملنا اوريدي اوفيشال سيجنتشرز واناونسمنت معاهم زي بنك القاهره واتش اس بي سي والعربي الافريقي وفي مجموعه اخرى، فهم بالنسبه لي جزء من حياتي. صح. ويمكن احب اقولها ان احنا الاثنين بنتعلم مع بعض، واحنا الاثنين بنجت انتو ذا ديجيتال سبيس في مصر مع بعض، ووجودهم هم واحد من اهم القطاعات في البلد، وحاجات زي اللي بيقدمها البنوك او دايركتلي او من خلال المركزي زي المبادرات وما الى ذلك بتغير شكل الايكونومي كله في مصر. فانا بتعامل انا وشريكي محمود مع البنوك بشكل يومي، جزء من حياتنا. هو ده جزء من حياتك. الوقت الحلو بيعدي بسرعه، بس حابب قبل ما نختم عايز اسالك، بينج ان اكس انتربرينور بينج ان اكس او انفستور اند بينج ان انتربرينور ناو، نيو بيبل نيو انتربرينورز نيو يوث جينيريشن، الناس اللي عايزه تبتدي شركات في مجال الفينتك جنرالي او السبلاي تشين فاينانسنج سبيسيفيكلي، تنصحوا ايه؟ يبتدي منين؟ يقف ازاي؟ يعني اي نيد تو جراب اول ذا اكسبيرينس، عايز اخد كل العلم اللي عندك وكل التجارب ده نفيد بيها حريف الفينتك. لا 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 سو انا هقول يمكن نصيحه جنرال شويه، ان اللي بيفكر يبدا ستارت اب يكون عنده حاجه من الثلاثه، ويا ريت يكونوا الثلاثه. اول حاجه ويخش في حاجه ذات ذي هيز نوليدج اباوت، حد عنده معلومه وعنده خبره في المجال اللي هو داخل فيه. تاني حاجه ان هو يكون داخل فيه هيز باشنت اباوت، يكون عنده شغف بهذا الموضوع. تالت حاجة ان هو يكون عنده بيتش هيد، او يكون عنده حاجة مميزة في هذا السوق
هو شايفها مش موجودة عند حد تاني. الحاجة دي قد تكون علم، قد تكون ريسورس، قد تكون كونكشن، قد تكون حاجة قادر يوصلها غيره مش قادر يوصلها. لو حد شايف ان هو عنده التلاتة يبقى هو في المجال المظبوط. لو شايف ان هو تنقصه حاجة او اتنين منهم يشتغل عليهم عشان ما يخش في هذا المجال، يكون زود النولج بتاعه، اختار مجال عنده باشن فيه، او اختار حتة هو عنده فيها حاجة مميزة تخليه يقدر ينافس في السوق كده كده. Very great advice، نصيحة هايلة جدا جدا جدا، وأنا بجد سعيد جدا أن أنا كنت your host النهاردة يا عادل في حريف فينتك. بشكرك، ويعني أتمنى الأودينس يبقوا مبسوطين جدا بوجودك معنا. شكرا يا محمد جداً. وشكرا لحريف فينتك. شكرا مرسي. شكرا مرسي ليك. Thank you.